الآن ينضم إلينا الأستاذ نهاد أبو غوش، الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ نهاد، ومعك أنت أود أن أتأمل حكاية الخوف التي لابد أن الإسرائيلي العادي يشعر بها، وهو خوف يمكن أن يتبدد ببساطة إذا ما منح الفلسطينيون حقوقهم، وإذا ما استتب نوع من السلام، وإذا ما توقف العنف الإسرائيلي. لماذا لا يضغطون لتحقيق ذلك؟ مساء الخير وتحياتي لكم ولمشاهديكم، وشكرا لاهتمامكم. أود بجملتين فقط أن أعلق على سؤالك الذي وجهته للزميلة دانا. يعني لا أحد، نحن بشر، لا أحد يفرح بالفعل بفقدان أعز الناس له، لا ابنه ولا أخوه ولا شقيقه ولا صديقه. الموت موت والخسارة خسارة. صحيح. فقدان. لكن هناك عوامل أخرى تؤثر في البشر، وهي القهر. نعم. الصوت، الغضب الذي يتراكم في النفوس عاما بعد عاما، وحين يرى الفلسطيني ما يجري له ولأرضه ولأصدقائه، حين يقتل لأي سبب، وحين تمتهن كرامته وتدنس مقدساته ويحرم من أبسط حقوقه الإنسانية، هذا يدفع كل إنسان إلى التفكير بالرد، سواء بطريقة منظمة أو بطريقة عفوية أو انفعالية. فبلا شك يعني الشهيد يحظى بحالة من التبجيل والمجد والفخر لدى أبناء شعبه، لكن في نهاية المطاف إذا كان متزوجا وله أبناء، أو إذا كانت له أم، وإذا كان له أصدقاء، بلا شك هم يعانون ويعني يكابدون غيابه مثلهم مثل صحيح. أي أهل. صحيح. هذا هو الوضع الإنساني يا أستاذ نهاد، شديد التعقيد في فلسطين. بلا شك. بلا شك. نعم. يعني نحن يعني لا أحد يعني يتمنى الموت، يعني لكن إذا كان لابد من الموت من أجل الحرية فليكن، يعني هذا صحيح. هو شعار الناس. بشأن ما سألته وهو سؤال مهم جدا، الحقيقة أن العقلية المهيمنة في إسرائيل تعتقد أن بإمكانها حل، انتصرت، تعتقد أنها انتصرت على الفلسطينيين وعلى العرب في جميع المعارك التي سبقت، وبالتالي يحق لها أن تملي شروطها على الفلسطيني، أي أن تدفع الفلسطيني إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء والتنازل عن حقوقه الوطنية وحتى عن بعض حقوقه الإنسانية. هذا الأمر بالتأكيد مستحيل، لأنه في الآخر هذه معركة بين دولة مدججة بكل أنواع الأسلحة وبين الشعب، ليست معركة بين جيشين ولا بين نظامين ولا بين دولتين، بل هي معركة بين الآلة العسكرية الغاشمة وبين الإنسان. يعني حتى لو أنا شخصيا مثلا سلمت بأنني لن أناضل، هذا لا يلزم أبنائي ولا يلزم الجيل الناشئ. صحيح. كل جيل بعد جيل يتمسك بحقوقه. لذلك إسرائيل جربت كل أدوات القتل والاغتيال والتدمير والاعتقال وهدم المنازل ومحاولات تأليب الفلسطينيين على بعضهم البعض، لم تفلح في ذلك، بقيت وسيلة وحيدة لم تجربها ولا تفكر يبدو في تجريبها، وهي البحث عن أفق سياسي. وسؤالي تحديدا يا أستاذ نهاد هو لماذا لم تجربها؟ لماذا لا تجربها بالله عليك؟ هي لأنه تعتقد أن بإمكانها التمتع بمكاسب الحرب ومكاسب السلام معا، لا تريد أن تضحي من أجل السلام، لا تريد أن تضحي من أجل أن تكون مقبولة من الإقليم، من قبل هذه هي موجودة في الشرق الأوسط لكنها تعيش ولو كما لو أنها بأوروبا. بالأمس كنت أعلق على موضوع بناء جدار يعزل بين فلسطين المحتلة والأردن. هم بنوا جدران كهذه مع الضفة الغربية، مع قطاع غزة، مع الحدود مع قطاع غزة، مع مصر أيضا. يريدون أن يحيطوا نفسهم بجدران لأنهم يفترضون أنهم محاطون بالأعداء بكل جانب، لكنهم فرطوا بفرص تاريخية كثيرة من أجل إقامة سلام يقوم على أسس الشرعية الدولية. صحيح. لا أقول على أسس العدالة، العدالة ضاعت من زمان، يعني لا يمكن أن تكون هناك عدالة، لكن هناك الحد الأدنى من الحقوق الوطنية بحق الفلسطينيين في دولة وأن يكونوا أسيادا في وطنهم على أرضهم وعلى أنفسهم. هذا إسرائيل لا تريده، وتريد أن تفرض سطوة 7 ملايين إسرائيلي يهودي على 7 ملايين فلسطيني، خلافا لحوالي 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات ومحرومون من العودة إلى وطنهم. ولذلك هذا الحل لا يمكن أن يستقر، لا يمكن، حتى لو كان هناك تفوق مؤقت عام عامين عقد عقدين، لكن لا يمكن أن يستقر هذا التفوق إلى الأبد. العالم يتغير والبشر يكتشفون أدوات جديدة للصراع بما في ذلك كما نرى الآن، يعني في الحروب التي تخاض مؤخرا طبعاً. هناك دور رئيسي للمسيرات، هناك دور رئيسي للصواريخ التي تطلق من بعيد،
هناك دور للميليشيات شبه النظامية وغير النظامية أيضا للتشكيلات غير الرسمية، وبالتالي الصراع لم يعد خاضعا للقوانين التي كانت سائدة في القرون الوسطى ولا في القوانين التي كانت سائدة قبل يعني عقد الألفية. ولذلك من المستحيل منطقيا أن يخضع الشعب الفلسطيني لما تريده إسرائيل ويقبل بأن يعيش دون مستوى البشر، بدون حقوق سياسية ولا حقوق مدنية. وهذا الأمر ربما بعض الإسرائيليين يقرون به، لكن الغلبة هي للمتطرفين، للمهووسين دينيا، لمن يفكرون يعني بطريقة الأفكار المستوحاة من التوراة، كيف كان يحارب يوشع بن نون خصومه الكنعانيين والفلسطينيين قبل أكثر من 2000 عام. أيوة. بلا شك هذا لا يستقيم مع الواقع الحالي الآن. أستاذ نهاد، كلامك المنطقي ذو النبرة الهادئة في الحقيقة يطرح علامة استفهام كبرى، كيف يعني لا يفهمه الإسرائيليون، كيف لا يفهمه الناخب الإسرائيلي؟ وهذه العلامة سنطرحها ربما عليك في فقرة أوسع نطاقا نخصصها لهذا الشأن، لكن الآن أحب أن أسألك بشأن قانون عدم المعقولية، اشرحه لنا، ولماذا هناك انقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي بشأنه؟ نعم، هو الحقيقة قانون عدم المعقولية هو جزء من خطة متكاملة ومتعددة البنود لانقضاض حكومة اليمين المتطرف على القضاء، انقضاضها على مبدأ توازن السلطات، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية. هم يريدون هيمنة السلطة التنفيذية على كل شيء، لا يريدون للقضاء أن يكون صاحب رأي في قرارات الحكومة وفي سياسات. ولذلك قانون عدم المعقولية هي مبدأ فقهي ربما كان معمولا به في كثير من الدول، بمعنى أنه إذا أقرت الحكومة بالأغلبية التي تحوزها، هي تحوز أغلبية بسيطة 64 مقابل 56، أحيانا 61 مقابل 59، أو بأغلبية صوت واحد، هل يجوز لمثل هذه الحكومة أن تقر تغييرات تطال جوهر النظام السياسي وبالتالي تفرض هذه الأغلبية هيمنتها على كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية؟ لذلك وجد مبدأ عدم المعقولية لمنع الاستخدام المغرب، الاستخدام الفئوي، الاستخدام الشخصي للآلة التشريعية في صياغة قوانين مفصلة أحيانا تفصيلا على مقاس بعض الوزراء وبعض الأحزاب وبعض الأطراف. وهذا ما فعلته حكومة نتنياهو الذي فصل قانونا على مقاس سموتريتش وقانونا آخر على مقاس بن غفير، ويريد أن يفصل قانونا يحصن رئيس الوزراء ويمنع محاكمته ويمنع سجنه طالما أنه يحتل موقع رئيس الوزراء. هذا جزء من يعني منظومة تشريعية شاملة تشمل أيضا، هناك قانون ما زال في الطريق اسمه قانون التغلب، أي أن بإمكان يعني نزع قدرة المحكمة العليا على رفض قرارات الكنيست أي البرلمان، وهناك قانون يعيد النظر في صلاحيات المستشارين القضائيين بحيث يحولهم إلى مجرد مستشارين، مع أن المستشار القضائي هو أيضا يلعب بدور المدعي العام للدولة، وبالتالي هو حارس يعني يسمونه حارس العتبة للمنظومة القضائية. وهناك أيضا عدد آخر، يعني هناك حوالي 180 بندا تشريعيا تريد هذه الحكومة أن تستغل أغلبيتها البسيطة لكي تسيطر على كل مفاصل الدولة وحتى على النظام السياسي، بما يشمل أيضا الحريات الفردية، بما يشمل نظام التعليم، بما يشمل إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية ومن يعني عديد الواجبات وهكذا. يرى يعني التناقض ليس بين حكومة ومعارضة أو بين يسار ويمين، بل هي بين هذه الحكومة وشرائح وقطاعات اجتماعية عريضة ترى أن هذه الحكومة تريد الانقلاب على كل النظام القضائي، وهذا سيضر إسرائيل في المستقبل. أحد المغردين لم يعد هذا التعبير دقيقا والله يا أستاذ نهاد بعدما تغير عصفور تويتر وتحول إلى إكس سوداء كئيبة. نعم، لكن أحدهم وأنا أظنه من اليسار الإسرائيلي كتب أنه يبدو أن هذه المنطقة مصابة باللعنة، إسرائيل تتحول إلى جمهورية موز، وهو كلام بالطبع يطعن في منطقة الشرق الأوسط عموما، لكنه له مغزى كبير بشأن هذا التحول في إسرائيل. طبعا هو هذا الكلام يعني له خلفية عنصرية بلا شك، صحيح يعني هم يقولون
أن الديمقراطية هي شأن يخص الغربيين. أيوة أيوة. بينما أبشع جرائم البشر التي وقعت في أفريقيا وفي آسيا استعباد البشر والاستعمار بحد ذاته. صحيح. جرى في ظل أنظمة تدعي أنها ديمقراطية. الأوروبيون والغرب عموما. صحيح. قتلوا 150 مليون في حربين عالميتين. صحيح. يعني طبعا دولة إسرائيل التي تصنف على أنها جزء من الديمقراطية الغربية استخدمت المذابح المجازر باعتبارها أداة من أدوات تحقيق سياساتها، ولا أتحدث فقط عن مجازر ضد الفلسطينيين وعددها يقرب 100 مجزرة. هناك كما تعلمون مجزرة بحر البقر على سبيل المثال. نعم. في مصر. نعم. هناك مجازر ضد الأسرى المصريين في حرب 67. هناك مجزرة ضد عدد من قوات المظليين في حرب 67 أيضا في منطقة اللاطرون الذين دفنوا تحت مرآب سيارات. هناك مجازر ضد قرى أردنية في شمال إربد. الحديث شمال بشأن الجرائم الإسرائيلية يطول يا أستاذ نهاد، لكن سؤالي. صحيح. صحيح. سؤالي هو لأن الوقت انتهى، هل تتحول إسرائيل بالفعل رويدا إلى جمهورية موز؟ أنا لي رأيي في هذا المجال. نعم. أن إسرائيل من الأصل هي دولة قامت على أسس عنصرية عدوانية فاشية، ربما هذا لم يكن واضحا وصريحا في البداية، كان يغطى ببعض المظاهر الديمقراطية التي مفصل على مقاس اليهود، لكن الآن الأزمة الأخيرة تكشف عن كثير من التناقضات الداخلية، ومن ضمنها التناقض بين يعني هذا اليمين المتطرف. نعم. الفاشي الذي هو ربيب هذه الدولة، هم الذين ربوه ودعموه وعززوه، وبين الأسس التي قامت عليها الدولة، وبالتالي انفجرت هذه التناقضات لأنها وصلت إلى يعني ذروة نضجها يعني وتفاعلاتها الداخلية. أستاذ نهاد، شرفنا بانضمامك إلينا. سيد الكريم نهاد أبو غوش، الخبير في الشأن الإسرائيلي.